الله تبارك الله أرضه وحياته كل أبوها سعادة. أنا عرفته قبل ما يقارب 10 سنوات. صدقت؟ أي والله. وصرنا حن وياه، وهذا الرجل يعني ما كنا نعرفه، أثره جداوي ما شاء الله، وعلومه على هالعمة وما شاء الله، وشخصية تبارك الله. ويجينا ويسوي لنا صيادية، أول ما سوى الصيادية هذه يعني عبرة تاكل يدك على ثرها، يا سبحان الله، بالمشراق بالمزاحمية مع علي المري، الشيخ علي المري. نعم كل أبوهم حيفا لهم. اي والله، هو يسوي لنا الصيادية ونتهول منها على سمك والرز أسود أسود يعني أسود بالحيل. وجاه واحد وأنا واقف عليها وقال يا أخوي الرز هذا وين تلقاه؟ قال هذا ما يوجد بالمملكة. المهم راح الرجال ودور ودور، أنت يا أهلي سأل ودور ولم يجده. الرجال يحط عليه بصل ويحرزه حتى أنه يسود. والرجال هذا راح يدوره بالمخازن وراح يدور الرز الأسود. يدور الرز الأسود. حضرنا له أمور كثيرة، أنت يا عم أمين الله يرحمه، والرجال كريم والكريم رب العالمين سبحانه وتعالى، ياخذ راتب طيب ولا يطلع من القناه الا ما معه ولا ريال واحد، يوزعه على شو اسمه على العاملين. والله ما الكرم وعلى الكثير. المهم ما يطلع ولا ريال. وعلمني الرجال، قال والله انه يطلع عاد صاحبنا كريم والكريم رب العالمين ولا يبخل، والله انه يملأ مخابيه وانه ما يطلع صدق من نفس البوابه ومع ريال واحد. صدق. جاء يوم من الايام وقالوا المكان الفلاني يعزمكم ان شاء الله وتجون وتختارون. راح هو يا اخويا المتسابقين، ويمكن فيه ناس من العاملين من اهل الاستديو. المهم راحوا وقال صاحب المحل كل ابوكم يلا حال حين يختار من هذه الملابس، حنا بشتة، وياخذون الريجي الاكوات وياخذون ويزبرونها على الطاولة، هذا حق فلان وهذا حق فلان. قال يا أخوياي هذا كرمنا، والكرم لا بد أن نكرم راعيها، كل واحد يثمن اللي عنده والفلوس عندي أنا، هذه خلوها على الطاولة، هذه نشهد لبها. أيضا دخل بغيبوبة رحمة الله عليه، وكان خويي الخاص سبحان الله، وأشكل ما أجيب من القصة الذيابة والضمى والناس. كان الله شافك يقول عينت الذيب. اي والله. المهم زاره ولدنا ناصر، زاره بالمستشفى صادق بغيبوبه، يعني هي اخر يمكن ما اخذ يوم او يومين توفى رحمه الله عليه. اي بالله. ويزوره وقال هذا الوالد يبي يكلمك. اي بالله. لو والله يوم كلمني الله يرحم لسانه من لاث يا اخواني، لكن صاحب كرم قال يا ابو صالح انت عينت الذيب؟ قلت الذيب طاح بالزليب، لكن انت كيف حالك؟ قال الحمد لله، والله اني مطمئن، والله اني مرتاح. ان طيب؟ قلت طيب طافالك وعيالك، ان شاء الله تزورنا ان شاء الله تطيب. قام ناصر ووادع، ناصر الحربي خوينا، اي بالله. المهم توادع هو اياه وقال والله اني ما ادري ان اشوفك ولا ما اشوفك، يقوله الناصر الحربي. اي بالله. توادع والله انه ما جانا ناصر الحربي بالرياض الا قاله توفى عم امين. واذا لثر طيب له الكرم والعلوم الطيبة أجد سيفي عبي مخابيه كل أبوها، ووراه مثلا ظروف، ووراه مثلا أمور يعني تلزم، والله أني علمونا ناس لكن هو يخفيها ما يبينها. أنا أعلم كان في جدة، قال والله ما عنده فلة في درة العروس يا أبو صالح وليهن الربع، قال والله من يوم عرفناه لين توفى.